بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا الطلبة، أهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الجديد. هذه المحاضرة هي المحاضرة الأولى في Fundamentals of Risk Management. اللقاء السابق أو التسجيل السابق كان عبارة عن Orientation Lecture، استعرضنا فيه محاور الأساسية للمادة، واستعرضنا فيه إيش الأشياء اللي متوقع أن نتعلمها خلال هاي المادة. هاي المحاضرة حتكون المحاضرة الأولى إن شاء الله، هنحكي فيها عن عدة أشياء. حبيت قبل ما نبدأ الكلام استعرض لكم Proposed Main References، التكست بوك الأول والثاني. الأول هو معتمد من قبل الجامعة من فترة طويلة، Fundamentals of Risk Management: Understanding, Evaluating and Implementing Effective Enterprise Risk Management، بيختص بإدارة المخاطر المؤسسية بشكل عام. الثاني Principles of Risk Management and Insurance، بيحكي عن مبادئ وأساسيات وقواعد إدارة المخاطر، لكن من وجهة نظر تأمينية. يعني منحس في هذا التكست بوك الثاني إنه المؤلف بعد الشابتر رقم 4 بيبدأ يحكي عن التأمين بشكل موسع، وكأنه ينظر إلى التأمين من وجه أو لإدارة المخاطر عفوا من وجهة نظر تأمينية. كلا الكتابين يعني مفيدين، رح نأخذ بعض المقتطفات من هون والبعض الآخر من هون إن شاء الله. لغايات الامتحان زي ما اتفقنا، الأسئلة حتكون من المادة العلمية المسجلة من هذا الباوربوينت زائد التسجيل الصوتي المدمج معه. الكورس أوتلاين، حنحكي خلال هذا الكورس عن بعض الـ approaches to define risk. يعني الـ risk management لها عدة تعريفات، وهاي التعريفات might be confusing. يعني في بعضكم ممكن يشوف انه التعريفات متنوعة ومتفاوتة، وفي بعضكم ممكن يحس انها inconsistent، غير متناغمة مع بعضها البعض. حنشوف هل هاي التعريفات بالفعل تختلف عن بعضها ولا متشابهة، لكن تختلف وجهة النظر. فاللي بيشتغل في قطاع التأمين بيعرف إدارة المخاطر بطريقته الخاصة من وجهة نظر تأمينية، اللي بيشتغل في قطاع البانكينج بيعرف الريسك مانجمنت من وجهة نظر البانكينج، اللي بيشتغل في بزنسز ثانية بينظر من وجهة نظره، في بعض الناس بيشتغلوا في مؤسسات غير ربحية أو مؤسسات قطاع عام، فأكيد وجهة نظرهم متفاوت. حنشوف هاي التعريفات المختلفة، حنشوف تأثير الريسك أو المخاطر على المؤسسات. ليش إحنا ندرس ريسك؟ هل هذا الموضوع بهاي الأهمية؟ الريسك مانجمنت هل هو علم مهم جدا؟ إيش تصنيفه بالأهمية؟ هل هو كريتيكال ولا رفاهية عادية؟ Types of Risk، حنتعرف على أنواع الريسك. هنا بنحكي عن سكوب واسع جدا من الأنواع، بيساعدنا في حصر هاي الأنواع إذا منحدد الأريا اللي بنحكي فيها. هل إحنا بنحكي عن قطاع financial، بنحكي عن قطاع non-financial manufacturing، بنحكي عن قطاع هندسي، زراعي، حكومي إلى آخره. لكن بشكل عام راح نستعرض الأنواع الأساسية، شو اللي نقصد فيها، ونشوف تأثيرات هاي الأنواع على مختلف المؤسسات بالشد المتفاوت اللي حكينا عنها. Scope of Risk Management، ريسك مانجمنت من وين بتبدأ وين بتنتهي، شو الحدود تاعتها. حنحكي عن صلاحيات المانديتس والباورز، صلاحيات والسلطات الممنوحة للريسك مانجمنت، علاقتها في الهيكل التنظيمي للمؤسسة. حنشوف الorganizational structure، وحنشوف وين موقع الريسك مانجمنت، الارتباط المباشر لجماعة الريسك مانجمنت مع مين بيكون، العلاقة ما بين دائرة إدارة المخاطر والدوائر الرقابية الأخرى والدوائر التنفيذية الأخرى. شو هي الدوائر الرقابية؟ حنحكي عنها كلياتها إن شاء الله. مبادئ and aims of risk management، أهداف إدارة المخاطر شو هي، بالإضافة إلى مبادئها وأساسياتها الرئيسية. risk management standards، حنحكي عن يعني الستاندرد الرئيسية أو المعايير الدولية. بعض المعايير الدولية صار عليها تطور نوعا ما في الفترة الأخيرة، فحنعمل إدماج لبعض النماذج اللي تم تطويرها، نشوف الفيرجنز القديمة والفيرجنز الجديدة. Establishing the context، نحكي عن
السياق العام للريسك مانجمنت، زي ما حكينا كل اندستري لها كونتكست خاص فيها، وبالتالي تعريفها لإدارة المخاطر بتفاوت، وبالتالي أنواع وتصنيفات إدارة المخاطر بتتفاوت، إيش الأشياء المهمة والأقل أهمية لprioritization لهاي الريسك وكيفية التعامل معها. هنحكي عن مصطلح مهم اسمه الانتربرايز ريسك مانجمنت أو ERM. الERM أو إدارة المخاطر المؤسسية، مصطلح صرنا نسمعه بشكل كبير على مستوى الإدارة العليا، بيحكوا فيه مستوى مجالس الإدارة. شو معنى Enterprise Risk Management وليش مجلس الإدارة أو مجالس الإدارة بشكل عام تهتم في Risk Management، في Enterprise Risk Management بشكل كبير؟ هنحكي عن Alternative Approaches غير النماذج اللي تعلمناها سابقا وتعرفنا عليها. هنحكي عن Risk Assessment Consideration، تقييم إدارة أو تقييم المخاطر اللي هي إحدى خطوات ومراحل إدارة المخاطر، هنحكي عنها بشكل موسع إن شاء الله. الكورس أوتلاين فيه عدة نقاط، فيه the importance of risk management، فيه different definitions of risk management، the chance of loss أو the probability of occurrence، أحيانا منسميها احتمالية التعثر chance of loss، في بعض الـ scholars أو بعض الـ literatures تسميها probability of occurrence، كلاهما نفس التعريف. في بعض الـ textbooks ممكن نقرأ likelihood of occurrence أو كلها ترجمتها احتمالية الحدوث. احتمالية الحدوث مصطلح مهم جدا من مصطلحات إدارة المخاطر، ومحور أساسي من محورين، المحور الأول chance of loss، الثاني impact of loss. ففي كل نوع من المخاطر حنفصل ما هو chance of loss لهذا الخطر وما هي impact لهذا الخطر. بس من الضروري انه نعرف لما نحكي chance of loss او probability of occurrence او likelihood of occurrence، في الحالات الثلاثة بنحكي عن نفس الشيء. الimpact او severity، الimpact او severity هي شدة التأثير، شدة التأثير يعني هذا الخطر في حال حدوثه شو تأثيره على مؤسستنا، سواء تأثير مادي وهو الغالب أو تأثير معنوي واللي غالباً رح يترتب عليه تأثير مادي آخر. الـ perils والـ hazard، شو الفرق بين الـ peril والـ hazard؟ لأن مجموعة من المصطلحات لو ترجمناها في القاموس للغة العربية رح نجد إنه إلها نفس الترجمة، risk، peril، hazard، كلهم ترجمتهم مخاطر، لكن هل اللغة فيها مترادفات؟ المترادفات في اللغة تكون مع وجود فوارق، يعني هاي الفوارق تعنى بتفاصيل فنية، هنحكي عن هاي الفروقات في هذا الكلاس إن شاء الله. Classification of Risk، هنحكي عن General Classification، تصنيفات عامة إن شاء الله، هنشوف هذا الريسك كيف ممكن نصنفه، شو الأنواع العامة اللي لابد إنه إحنا كطلاب Risk Management نتعرف عليها ونكون aware بيها إن شاء الله. Major Personal Risk and Commercial Risk، مجرد تعداد لأهم الـ Personal والـ Commercial Risk من وجهة نظر سلطات رقابية، من وجهة نظر تأمينية، من وجهة نظر إدارة مشاريع إلى آخره. فإحنا بنحب نقسمها لـ Personal و Commercial، ولو أنه نهتم في الـ Commercial أكثر، ولو أنه التركيز على في Researches على الـ Commercial Risk، لكن الـ Personal Risk برضو لها دور مهم وإله ترتيباته الخاصة، خاصة في شركات التأمين، صناديق التقاعد المدني وبقية المؤسسات الحكومية غير الربحية. الـ Burden of Risk on Society، هنحكي عن إيش ممكن يسبب لنا الريسك في مجتمعنا لو لم نحسن التعامل معه. Techniques of Managing Risk، هاي من أهم المحاور لهاي المحاضرة، اللي هي ما هي التقنيات المستخدمة لإدارة المخاطر. في عدة تقنيات تنحصر في مجموعات أربعة هنتعرف عليها خلال هاي المحاضرة، ونشوف متى نستخدم كل واحدة ومتى هو الوقت المناسب لاستخدام كل تقنية. بداية خلينا نشوف هذا السلايد، مجموعة من الصور مقتطفات لعدد من الشركات العالمية International Companies.
على أقصى يسار الشاشة من فوق بنشوف شركة إنرون، والعمال عمالهم بينزلوا بالاسم. ليش؟ لأنه الشركة يعني خلاص سكرت، ديفولتد، أفلست. طبعا بارينجز بانك، بنك الأمريكي المشهور، سويس إير، فولكس فاجن، اس في بي، سيليكون فالي بانك واللي سمعنا اسمه بالفترة الأخيرة بشكل كبير، ويلز فارغو، رينولت نيسان وكارلوس غوسون والقصة الشهيرة، ليمنز برادر، حتى الفيفا كمؤسسة مفروض انها غير ربحية، حتى الفيفا موجود صورتها معنا، كريدي سويس. باي ذا واي ليمنز برادر وكريدي سويس من اكبر المصارف، الاول امريكي والثاني سويسري، سيليكون فالي يعد من اكبر البنوك الامريكية. القاسم المشترك اللي بيجمع هاي الشركات انه جميعها تعرض الى هزات وصلت درجتها لفضائح، سكاندلز. هاي الهزات في كثير من الاحيان ادت الى انه الشركه تفلس وينتهي وجودها المادي، زي حاله ليمنز برادر، زي حاله السيليكون فالي وكريدي سويس، وحتى انرون عملاق الطاقه الامريكي. وفي حالات اخرى بقيت المؤسسات تعمل لكن احتاجت لمساعده في هذا الموضوع. فالقاسم المشترك هي وجود مشاكل ماليه واداريه نتجت عن اخطاء في تسيير الاعمال. احنا كريسك مانجمنت ننظر لها انه مخاطر لم تحسن هاي الشركات ادارتها. سيليكون فالي بانك اللي افلس قبل حوالي شهرين، من اكبر البنوك واكثرها اهميه، نشوف طابور الناس كيف، طابور المودعين عماله ينتظر بدوره لاستلام ودائعه. هذا عمل ضغط على سيوله البنك وادى الى انه البنك يفلس في النهايه. اداره المخاطر مهمه، احنا بنحكي في ترويسه السلايد واي ريسك مانجمنت. ريسك مانجمنت مهم حتى لبقاء الشركه قائمه وتسير أعمالها. أحياناً كثيرة الريسك مانجمنت غيابه بيؤدي لانهيار الشركة وتفاقم المشاكل لمستويات غير ما عندنا قدرة نتحكم فيها. Different definitions of risk. من أشهر التعريفات لإدارة المخاطر اللي هي uncertainty، عدم اليقين، عدم التأكد أو عدم اليقين حول حدوث إيفنت معين أو حدث. إحنا بنحكي عن حادثة مستقبلاً ممكن توقع وممكن لا، احتمالية حدوثها غير معروفة، ممكن نستطيع نقيم هاي الاحتمالية كمياً ممكن لا، لكن مين لي تعريف الخطر هو حدث غير مرغوب فيه في المستقبل ممكن يحدث، وإذا حدث رح ينتج عنه خسارة لأنه هذا الحدث uncertain، غير مؤكد الحدوث، بنسميه risk. مصطلح ثاني اسمه loss exposure، اللي هي any situation or circumstances in which loss is possible، أي حالة أو وضعية أو مركز مالي أو موقف أو عملية أو process ممكن من خلالها نتعرض لمخاطر. loss exposure هو التعرضات للخطر أو التعرض للخطر، إحنا معرضين للخطر بحجم بسايز معين، سواء حدث الخطر regardless إنه loss أو الإيفنت حدث أم لا. على سبيل المثال شركة تأمين مأمنة على مبنى ضد الحريق، تكلفة المبنى ومحتوياته تقدر ب3 ملايين. الحريق ما حدث، لكن يوميا الشركة معرضة إنه يصير في حريق، وبالتالي تضطر انها تدفع مبلغ سقفه 3 ملايين دينار. اذا الشركه ممكن تحكي اللوس اكسبوجر لنا هو 3 ملايين، حجم التعرضات اللي احنا متعرضين لها المحتمل نخسرها بسبب هذا الريسك بنسميها اللوس اكسبوجر. الان احنا عمالنا نشتغل في مصنع، وهذا المصنع له تكلفه، اذا صار في حريق او دمار في هذا المصنع ممكن يكون في loss exposure. حجم هذا loss exposure تقريبا تكلفة هذا المصنع. داخلين احنا باستثمار بعملة أجنبية، ممكن هاي العملة الأجنبية ينخفض قيمتها،
حجم الخسارة المتوقعة في حال حدوث الانهيار، نحكي عنها loss exposure وهكذا. Probability that the actual outcome will deviate from expected، إحدى التعريفات التاريخية والقديمة للريسك اللي هي احتمال أو احتمالية إنه النتائج الحقيقية تكون تختلف عن المتوقعة. في بداية السنة إحنا بنعمل budgeting، نتوقع كم حيكون إنتاجنا، كم حتكون أرباحنا. على سبيل المثال نتوقع أرباح بمستوى 10 ملايين دولار، في نهاية السنة بيجي الأرقام الأكتوال، الأرقام الحقيقية، وجدنا أنه أرباحنا حوالي 3 ملايين، فتوقعنا 10 حصلنا على 3، deviation 7، هذا deviation كبير. هذا deviation هو كان يسمى سابقا الريسك، وما زال عند بعض الإداريين. Volatility of returns above and below average expected levels، خاصة في صناديق الاستثمار وجماعة الانفستمنت بيحكوا أنه إذا بنستثمر في أسيت معين، سهم شركة مثلا أو عملة أجنبية أو في الذهب أو في شركة معينة إلى آخره، فإنه إيراداتنا المتوقعة للعام القادم راح تكون حول متوسط معين، هاي بنسميها expected return. لكن لما تيجي للأرقام الفعلية الحقيقية نجد إنه actual return راح تذبذب أعلى وأسفل المتوسط المتوقع. هذا التذبذب يسمى ريسك، هذا التذبذب يمكن قياسه بالانحراف المعياري ستاندرد ديفيشن، المقياس الإحصائي الشهير، وبالتالي الريسك يمكن تعريفه بالانحراف المعياري عند جماعة الانفستمنت. Different definitions of risk، كمان نحكي عن objective و subjective risk، objective risk و subjective risk. للأسف الترجمة العربية لobjective نحكي عنها موضوعية، والترجمة للعربية لسبجكتيف برضو الموضوعية، يعني ممكن يصير في تشويش في الترجمة. سبجكتيف والأوبجكتيف ترجمتها الموضوعي، لكن المعنيان مختلفان. عشان هيك مثل هاي المصطلحات رح نلتزم باللغة الإنجليزية فيها حتى نكون أكثر دقة. ما المقصود بالأوبجكتيف ريسك؟ الأوبجكتيف ريسك اللي هي يمكن تقييمها إحصائياً، يمكن قياسها كميا، يمكن قياس هاي المخاطر كميا في مقاييس بالاحتمالية وشدة التأثير. نعطي رقم كمي لهذه المخاطر، نحكي هذا المخاطر مقدارها 10,000 دولار، هذا معناه انه استطعنا تقييم هاي المخاطر بمقياس كمي. We can quantify and measure it quantitatively without personal bias. المقياس الكمي عادة بيكون موضوعي، بمعنى إنه objective، بمعنى إنه إذا تفاوت القياس بين شخصين ما رح يكون في فرق كبير. على سبيل المثال بدنا نقيس وزن شخص، فمجرد إنه طلبت من إكس من الناس إنه يوزن هذا الشخص رح يطلع معه الوزن مثلاً 80 كيلوغرام. لو طلبت من شخص ثاني يوزن نفس الشخص رح يطلع معه 80، مفروض انه يطلع نفس الاشي، لانه ما في حكم شخصي في هذا الموضوع. المقياس اوبجكتيف اطلاقا، قياس الاطوال، قياس الاوزان، وقياس المخاطر من هذا النوع هي مخاطر موضوعية، بمعنى انه قياسها لا يوجد تأثير للعامل البشري على تغيير قيمته. عشان هيك احنا بنفضل دائما في الريسك ماب انه نستخدم مقاييس موضوعية اوبجكتيف، يعني ما فيها تحيز شخصي، ما فيها بايز للشخص اللي بينفذ العملية. السبجكتيف على الجانب الآخر هي الانسرتينيتي بيست اون بيرسونز منتال كونديشنز او ستيت اوف مايند، ستيت اوف مايند اللي هي الحالة الذهنية للشخص. في أشخاص بطبيعتهم مغامرين، في أشخاص بطبيعتهم كيرلس، ما عندهم يعني عندهم نوع من اللامبالاة، في أشخاص بطبيعتهم حسب المركز المالي لهم مبلغ الألف والعشر تلاف لا تعنيهم شيء، فبالتالي state of mind لهذا الشخص بتقدر الريسك بطريقته الخاصة، وذي عادة they underestimate هذا الريسك، فبقيسوا بيقولوا هذا شيء عادي جدا. بعض الأشخاص conservative بنسميهم متحفظين، يعني بينظروا
للأشياء وبيضخموا المواضيع دائما وبيبالغوا exaggerating the situations دائما. وبالتالي لما نطلب من شخصين مختلفين من هاي المجموعتين يقيسوا أو يقيسوا أو يقيموا نوع واحد من المخاطر، على الأغلب يعطونا تقييمين مختلفين. هاي التقييمين subjective لأنه الحالة الذهنية والpersonal bias تتدخل في الموضوع. إحنا في الريسك مانجمنت منبعد قدر الإمكان عن subjectivity ومنحاول نلتزم بالobjectivity قدر الإمكان. عشان هيك لما نيجي على الريسك assessment الخطوة الثانية من خطوات إدارة المخاطر راح نركز إنه الassessment يكون objective قدر الإمكان. As much as you can لازم تلتزم يكون الassessment objective، بمعنى إنه إذا إجا شخص ثاني بده يعمل نفس الassessment على نفس الريسك تطلع معه نتائج مشابهة للنتائج اللي طلعت معك. فالسبجكتيف بيعتمد على المايند سيت بتاعتك او ستيت اوف مايند، وهو فيه بيرسونال بايزنس. التشانس اوف لوس وبنسميها probability of occurrence، احتماليه الحدوث. اذا وردت كلمه chance of loss او probability of occurrence احنا بنحكي عن نفس الشيء، وهي the probability that an event will occur. بكل بساطة شو احتمال هذا الحدث يصير؟ شو احتمال هذا الحدث يصير؟ احنا مثلا على سبيل المثال عمالنا ندخل في مشروع طويل الأمد، مشروع مدته 5 سنوات، بناء سلسلة من محطات طاقة الشمسية لخدمة بعض المناطق النائية واللي ما بتخدمها شبكة الكهرباء الحالية. 5 سنوات القادمة احنا وقعنا المشروع على تكلفة معينة. الآن مدير المخاطر بيحكي لي في ريسك هو احتمال ارتفاع أسعار المواد الأولية خلال فترة 5 سنوات القادمة. إذا ارتفعت الأسعار وإحنا عاملين البادجت على ميزانية على مستويات أسعار سابقة، ممكن هذا يسبب لنا خسارة. الآن هل الأسعار راح ترتفع أم لا؟ احتمال ترتفع، احتمال لا. ما هي احتمالية إنه الأسعار ترتفع فوق الحد اللي إحنا خايفين منه، يعني أكثر من 30% أو 50% إلى آخره؟ هاي الاحتمالية بحاجة لتقييم، بيقيمها أشخاص expert في هاي الاندستري، بيكون في عندهم inputs وداتا وmodeling، وبالتالي بحصلوا على رقم بيقول لك والله احتمال إنه الأسعار ترتفع أكثر من 30% احتمال ضعيف يصل إلى 2% فقط. هاي اسمها chance of loss أو probability of occurrence. طيب مثال آخر، عندنا مستودعات مطلوب إنه إحنا نأمن عليها. هاي المستودعات فيها مواد ثمينة تكلفتها بتوصل ل 300 مليون دولار. الجماعة مقدمين طلب إنشورنس عندنا في الشركة، ومطلوب مننا نقيم مستوى المخاطر حتى نعرف كم راح نطلب منهم رسوم للتأمين premiums. فمطلوب مني أطلع على مثلا هل المبنى فيه أساسيات إدارة المخاطر، مثلا القطاعات متباعدة عن بعضها، المواد قابلة للاشتعال، في مصادر حريق، شبكة الكهرباء الداخلية كويسة، في طفايات حريق إلكترونية، في قواعد صارمة لعدم إدخال التدخين وعدم إدخال مصادر الحريق ولا ما في، في كاميرات المراقبة حتى نعرف مصدر الحريق من وين ولا لا، في أجهزة إنذار، في بوابة إلكترونية تمنع دخول غير المخولين ولا لا. هاي كلياتها وجودها بيساعد إنه يعطيني تصور إنه احتمالية حدوث الحريق ضعيفة أو عالية. برضو اسمها probability of occurrence أو likelihood of happening. أنا بكرر هاي المصطلحات حتى إذا وردت في أي مكان نكون إحنا فاهمين شو هي. chance of loss بإمكاننا إنه نقيمها، وقيمتها بتكون احتمالية، بمعنى بين الصفر والواحد. أقل قيمة للprobability هي صفر، وأعلى قيمة للprobability هي واحد، ونقصد في الواحد يعني 100%. فقيمة الاحتمالية 1%، 2%، 3%، 10%، 20%، حتى 100%. أكثر من 100 يستحيل يكون في عندي قيمة، وأقل من صفر يعني في السالب ما في شيء اسمه احتمالية بالنيجاتيف. فقيمتها
قيمة نسبية تتراوح بين الصفر والواحد. كيف بنقيم احتمالية الحدوث؟ أفضل طريقة لقياس احتمالية الحدوث هي بالاعتماد على البيانات التاريخية historical data للفريكوانسي. كيف إيش يعني فريكوانسي؟ تكرار الحدوث السابق. على سبيل المثال نسأل عن شخص بده يشتري بوليس التأمين على سيارته وبدنا نحسب كم لازم يدفع، فبنحتاج رقم اسمه probability of occurrence احتمالية الحدوث. كيف نقيس احتمالية الحدوث لهذا الشخص؟ من أفضل الطرق إنه نجمع داتا عن هذا الشخص، إنه في آخر 5 سنوات كم حادث عمل، نأخذ منها متوسط كم حادث في السنة، وبالتالي بنقيم احتمالية إنه يعمل حادث. مثلاً الشخص A آخر 5 سنوات عامل حوالي 15 حادث بالمتوسط 3 حوادث في السنة. الشخص B آخر 5 سنوات عامل حادثين بمتوسط أقل من 0.4 accident per year، يعني أقل من نصف حادث في السنة. قطعاً احتمالية حدوث الـ accident عند A أعلى من B. يعني إحنا بنحكي عن event بنتوقعه في المستقبل لكن بالاعتماد على بيانات تاريخية. chance of loss أفضل طريقة إلها نحكي historical actual frequency data، البيانات التاريخية لتكرار الحوادث. عشان هيك بيلزمنا دائما يكون في عندي historical data. الامباكت اللي هو المحور الثاني من المخاطر، المحور الأول probability، المحور الثاني الامباكت. الامباكت اللي هي dollar value of loss. هنا ما بنحكي عن احتمالية بين الصفر والواحد، بنحكي عن قيمة مالية. نحكي عن قيمة مالية. الامباكت ممكن يكون 10,000، ممكن يكون مليون، ممكن يكون 100 مليون. فبنحكي عن رقم مقيم بقيمة مالية. أفضل طريقة لتقييم الامباكت أوف لوس هي باستخدام تقييم كمي للأسيت اللي إحنا متعرضين له. كيف يعني؟ بداية الامباكت أوف لوس ممكن نشوف له عدة مترادفات. ممكن نسميه لوس سيفيريتي اللي هي شدة تأثير الخسارة. It can be quantified through size of loss exposure. Loss severity ممكن تقودنا إلها وتساعدنا في تقييمها الإكسبوجر اللي إحنا متعرضين له. نأخذ مجموعة أمثلة. في التأمين مثلا لما نحكي عن شركة تأمين مأمنة على سيارة، سعر السيارة في السوق حوالي $50,000. أقصى خسارة ممكن تحدث انه السيارة يصير فيها عليها دمار كامل وتعويض كلي نسميه، وبالتالي شركة التأمين تدفع مبلغ $50,000 كتعويض لصاحب السيارة. في الحالة هاي بنحكي الامباكت اوف لوس على شركة التأمين $50,000. منين جبنا $50,000؟ من قيمة السيارة المالية. عملنا assessment لما وقعنا الكونتراكت في البداية، عارفين انه سعر هاي السيارة حوالي $50,000، بنسميها الامباكت اوف لوس. احنا في عندنا مثلا محل مجوهرات بده يأمن ضد السرقة، ما هي محتويات المحل؟ قيمة المالية لمحتويات المحل حوالي $3,000,000. الـ impact of loss، الـ loss severity على شركة التأمين من قبول هذا الكونتراكت هي $3,000,000. فعادة رقم الـ impact of loss أسهل للحساب لأنه مش بحاجة لاجتهاد كبير، الرقم موجود وهو قيمة مالية غير قابلة للتأويل، يعني أي حدا ممكن إنه يستخدمها. نيجي على تصنيف آخر، البيرل والهازارد. إيش البيرل وإيش الهازارد؟ تعريفهم أو ترجمتهم للعربية مخاطر الاثنين، لكن بيختلفوا عن بعض. البيرل بنحكي عن الكوز أوف لوس. على سبيل المثال شركة التأمين اضطرت تدفع $5,000 اليوم لإحدى المتضررين من حوادث السيارات. شو سبب الخسارة؟ حادث سيارة، auto accident، هذا بنسميه peril. ممكن يكون سبب الخسارة مثلا وفاة شخص
كنا مأمنين عليه تأمين على الحياة. فالبرل سبب الخسارة الوفاة. ممكن يكون في عندي عاصفة ثلجية أدت إلى أنه تتحطم مجموعة من المنازل والسيارات. البرل هو الستورم أو التورنادو، الإعصار اللي عمل هاي الأضرار. ممكن يكون عندي حريق أدى إلى أني أدفع مئات الألاف من الدولارات تعويض عن متضرري هاي الحريق. هذا اسمه بيرل. إذن البيرل المسبب المباشر للخسارة، واللي عادة بنسميه أكسيدنت، يوصف كأكسيدنت، حادث عمل خسارة مالية سببت لنا خسارة إنه ندفع تعويضات reimbursement لهاي الأشخاص. بينما الهازارد هو condition أو situation، هذا situation تزداد فيه احتمالية حدوث البرل أو اللوس. كيف يعني؟ يعني خلال فصل الشتاء بنمر أحيانا بمنخفضات ثلجية، بصير الأرض آيسي أو الأرض فيها انزلاقات أو تجمدات. في هاي الظروف المؤقتة بيكون عدد الحوادث السير كبير. وإذا بنلاحظ أنه في فصل الشتاء لما يكون في عندي منخفض ثلجي في البلدان اللي فيها ثلوج وانجمادات في الطرقات، خلال فترة الانجماد بتزيد عدد الحوادث، وشركات التأمين تضطر انها تدفع تعويضات بمعدل اعلى من المعدل الطبيعي. هذا الظرف المؤقت اللي هي الوينتر ايسي رود بنسميها هازارد، ظرف استثنائي مؤقت تزداد فيه احتمالية حدوث الحوادث. مثال اخر، التأمين ضد الحياة مثلا أو تأمين الحياة نفسه، احنا بندفع إذا صارت الوفاة. لكن إذا كان في عندي حرب، دولة فيها حرب مثلا أوكرانيا الآن، شركات التأمين على الحياة شبه متوقفة. ليش؟ لأنه احنا بنحكي عن ظرف استثنائي، ظرف استثنائي ترتفع فيه معدلات أو احتماليات الحدوث بشكل غير طبيعي، هذا بنسميه hazard. ظرف، ما بنحكي عن الوفاة أو الحريق أو الحادث أو الحرب نفسها، لا، نحكي عن situation أو condition. طيب، ممكن نحكي عن الكورونا pandemic، الكوفيد 19 اللي شفناه. الكوفيد 19 هو situation ازدادت فيه احتماليات الوفاة أو احتماليات الحاجة لعلاج طبي أو إلى آخره. فاحتماليات حدوث الخطر ارتفعت بشكل مفاجئ. هذا situation بنسميه hazard. التأمين ضد الزلازل أو احتمالية حدوث الزلازل، في بعض البلدان مستقرة زلزاليا على صفائح تكتونية مستقرة نوعا ما، فاحتمال حدوث الريسك فيها قليل. بينما في بعض البلدان الأخرى زي اليابان مثلا احتمال حدوث الزلازل فيها عالي. فنحكي جابان عندها هازارد أعلى، عندها هازارد أعلى. طيب، شو فائدة هذا على الأنواع الأربعة؟ ترجمتهم يمكن تكون صعبة باللغة العربية، فبدنا نتعرف عليهم باللغة الإنجليزية. Physical hazard عرفنا شو هو، Moral hazard أخلاقي، Attitudinal hazard لا مبالاة carelessness، والLegal hazard أمور قانونية ودعاوى قضائية. نجي لتصنيف آخر اسمه Pure and Speculative risk. إذا نحكي عن Pure risk ممكن نحكي هي المخاطر البحتة أو الصافية، لكن الترجمة الأقرب للمنطق هي المخاطر البحتة pure risk. النوع الثاني speculative risk أو مخاطر المضاربة أو المخاطر المضاربية. نحكي عن speculation أو مضاربة. المضاربة، كلمة مضاربة بالinvestment والfinance معناها أنه أنت بدك تستثمر في شيء على فترة زمنية قصيرة، انت مراهن انه سعر هذا الاسيت او هذا الاستثمار رح يرتفع في الفترة القادمة، فبتشتري بنية انك ترجع تبيعه بعد فترة قصيرة بعد ما يرتفع سعره. هذا اسمه speculation. مثلا سمعنا انه والله البيتكوين ممكن يرتفع بعد 3 ايام في خبر معين، فبنشتري بعد اسبوع بنرجع منبيعه. سمعنا انه سهم شركة تسلا ممكن ترتفع، بده يعمل إيلون ماسك شغلة، فبنشتري عشان بعد 3 ايام نبيعه.
الذهب بده يرتفع بنشتريه بنرجع بعد فترة بنبيعه. هذه عمليات الشراء والبيع قصير الأجل اسمها speculation. الآن نجي أو نرجع لموضوع pure speculative risk. متى بنسمي المخاطر pure؟ بنسميها pure إذا كانت النتائج تاعت هاي المخاطر تحتمل خسارة أو عدم خسارة، loss or no loss. الأحداث اللي بينتج عنها واحد من اثنين، خسارة أو لا خسارة. مثلا الأرثكويك إذا صارت في خسارة، إذا ما صارت ما في خسارة. الكار أكسيدنت بالنسبة لمالك السيارة أو لشركة التأمين على حد سواء، ممكن يصير أكسيدنت وممكن ما يصير. حريق في الويرهاوس أو المستودع، ممكن يصير وممكن ما يصير. هاي أشياء محتملة الحدوث، ويا إما yes or no، yes or no. إذا yes صارت في loss، وإذا no ما في أي loss. عادة هاي الأحداث والpure risk هي مخاطر بنسميها قابلة للتأمين، قابلة للتأمين، اللي هي المخاطر اللي نتيجتها حدوث أو لا حدوث. النوع الثاني بنسميها speculative risk، اللي هي تحتمل وجود ربح أو خسارة، تحتمل وجود ربح أو خسارة. ما بنحكي عن loss or no loss، لا، أنا استثمرت مثلا بسهم شركة Open AI مثلا للذكاء الصناعي، هلأ احتمال هذا السهم يرتفع واحتمال أنه ينخفض يخسر، احتمال يضل زي ما هو. الآن ارتفاعه ممكن يرتفع بنسبة 10%، 5%، 20%، 30% إلى آخره. فالاحتماليات اللي أمامي لا تنحصر بلوس أو نو لوس، لا، فيها بروفيتس وفيها لوس. بينما لما أحكي عن حريق ما في بروفيتس في الموضوع، أنا مستودعي أمامي وبضاعتي موجودة، إذا صار حريق راح أخسرها، إذا ما صار حريق ما راح أخسرها. فلوس نو لوس بيور ريسك. الأحداث اللي فيها مجال للربح وللخسارة بنسميها speculative risk. وهنا بنبدأ الحديث عن جانب الopportunities أو الفرص، اللي الناس دائما بتحكي إنه المخاطر دائما الجانب السلبي، المخاطر دائما الجانب المظلم اللي فيه losses. ما بننظر لاحتماليات الربح، لا قطعا، البروفيتس والاوبورتونيتي فرص حدوث الأرباح إذا لم نغتنمها هي خسارة. بالتالي الريسك هي الجوانب الإيجابية والسلبية، الأوبورتونيتيز والثريتس، الفرص والتهديدات أو التحديات. الفرص إذا ما استغليناها تعتبر مخاطر بالنسبة لنا. فمثلا في الكورونا، في الكوفيد 19، في كثير شركات أفلست وانهارت وسكرت، في المقابل في شركات صمدت واستمرت، على الجانب الآخر في شركات ازدهرت وانتعشت بسبب حسن استغلالها للظروف الجديدة. كيفت الظروف لصالحها، شافت إيش الحاجات الجديدة وحولت هاي الفرص لنجاحات. فالريسك إيجابي وسلبي. في الspeculative risk احتمالية وجود الربح والخسارة، في الجامبلينج والأشهر منها الانفستمنت، أنا مستثمر مثلا في الذهب، في احتمال أني أربح وفي احتمال أني أخسر. ما يميز هاي الأنواع أنه نتفق جميعا أنه الspeculative risk لا يمكن تأمينها، لا يمكن تأمينها. بمعنى آخر استراتيجية التأمين عندي غير موجودة في هذا النوع. يعني أنا ما بقدر أروح على شركة تأمين أحكي لها والله أنا مستثمر في سهم شركة تويتر وشايف إيلون ماسك عماله بيقوم ببعض الحركات اللي مش موفقة وخايف إنه أخسر فلوسي، فبدي أشتري بوليس الضمان أو بوليس التأمين ضد الخسارة، إذا نزلت أسعار أسهم يتعوضوني. رح يحكوا إنه ما في إشي زي هيك، هذا النوع من المخاطر اسمه speculative risk، فيه ربح وخسارة. إحنا ما منأمن هذا النوع، إحنا منأمن بس pure risk، مخاطر بحتة، يعني حدوث event معين أو عدم حدوثه، يعني حريق، حادث، سرقة إلى آخره.
diversifiable و non diversifiable. من أشهر التصنيفات للمخاطر مخاطر قابلة للتنويع ومخاطر غير قابلة للتنويع. شو يعني مخاطر قابلة للتنويع؟ مخاطر قابلة للتنويع يعني أستطيع أني أنوع فرص الاستثمارية حتى أمنع تركز استثماراتي في مكان واحد. بمعنى آخر، واحد يملك مليون دولار وحابب أنه يستثمرهم، فحط فلوسه كلها في شركات الـ IT والهاي تك. الآن إذا نجحت الهاي تك أو هاي الشركات وازدهرت رح يربح من هاي الاستثمارات، لكن إذا فشلت رح يخسر جميع فلوسه. شخص آخر أكثر ذكاء منه حكى بدي أحط نص فلوسي في التكنولوجي كمبانيز والنصف الثاني بدي أحطها في شركة لصناعات التعدينية مثلا. فإذا صار إشي على الهاي تك من الصعب إنه يكون كونسيستنت مع صناعات التعدينية أو المايننج، لأنه هذا شيء وهذا شيء، فهذا تخسر هاي بتظلها سليمة وممكن أرباحها تعوض. شخص آخر أكثر ذكاء حكى بدي أوزعهم بدل ما هم في قطاعين بدي أعملهم في خمس قطاعات، بدي أحط جزء في البانكينج، بدي أحط جزء بالصيدلة بالفارماستيكال، بدي أحط جزء في الاي تي، بدي أحط جزء في الشركات الاتصالات، بدي أحط جزء في قطاع الزراعة والمواد الغذائية. فهذا التنويع اسمه diversification. diversification تنويع، تنويع الاستثمارات عشان توزع مخاطرك. انت فرقت الاستثمارات، فرقت المخاطر، فهي المخاطر لانها specific تخص قطاع معين سميتها specific risk او diversifiable risk. بينما في انواع ما بقدر اعمل لها diversification، مثلا ارتفاع اسعار الحديد، حديد البناء، هاي ريسك بس بتضرر منها مين؟ بتضرر منها قطاع الإنشاءات مثلا. بيأثر على قطاع البانكينج؟ قليل، صعب. بيأثر على قطاع الصناعات الدوائية؟ لا ما بيأثر. بيأثر على قطاع الاتصالات؟ لا ما بيأثر. فهذا النوع من الخطر محدد specific خاص بقطاع معين، وبالتالي يمكن تنويعه لأنه خاص وspecific، يمكن تنويعه فمنسميه diversifiable. non-diversifiable مثلا نحكي عن ارتفاع أسعار الفائدة في كل الاندستري، يعني البنك المركزي قرر انه يرفع أسعار الفائدة، هذا ممكن يكون خطر، ممكن يكون ريسك، لكن هل يمكن تنويعه؟ كيف بدك تنوع؟ انت مدامك في بلد واحد وكل البلد رفعت أسعار الفائدة ف أنت متضرر، سواء كنت في الاتصالات، سواء كنت في الإنشاءات، سواء كنت في البانكينج إلى آخره. تراجع القوة الشرائية للعملة، انهيار العملة المحلية أو تراجع قوتها الشرائية، هذا من المخاطر اللي non diversifiable، لأنه أنا وين ما أروح على أي قطاع من القطاعات في البلد الواحد أنا راح أتعرض لهذه المشكلة، فهذا نسميه non diversifiable risk. وعلى فكرة diversifiable والنون دايفرسيفايبل ممكن نسميهم، نحكي النون دايفرسيفايبل هي سيستماتيك ريسك، سيستماتيك تخص السيستم يعني نون سبيسيفيك، بينما الدايفرسيفايبل وان هي ان سيستماتيك ريسك، سيستماتيك ريسك. النون دايفرسيفايبل اللي لا يمكن تنويعها هي مخاطر نظامية بتأثر على الدولة بشكل عام، ما في حدا بيقدر ينفذ منها حتى لو نوع استثماراته. أمثلة عليها الأعاصير، تغييرات أسعار الفائدة، الحروب، الأوبئة زي الكوفيد 19 وإلى آخره. منسمي النون دايفرسيفايبل سيستماتيك ريسك، هيها موجودة أمامنا سيستماتيك ريسك. فالسيستماتيك ريسك هي نون دايفرسيفايبل risk. The government assistance may be necessary to ensure non-diversifiable. إذا صار عندي إشي systematic زي كارثة natural disaster كارثة طبيعية أو وباء زي الكورونا،
لابد من تدخل الدولة. الجهات القطاع الخاص لوحدها لن تستطيع أو لن تستطيع التدخل لحل المشكلة. فإحنا بحاجة لتدخل الدولة في مثل هاي الحالات. نيجي على مصطلح جديد مهم اللي هو Enterprise Risk Management. Enterprise Risk Management، إدارة المخاطر المؤسسية. إدارة المخاطر المؤسسية تعريفها إنه هي البرنامج اللي يشمل ويحتوي ويضم جميع المخاطر الرئيسية التي تواجه المؤسسة اللي بنشتغل فيها. يعني إحنا ما بنهتم بالبيور ريسك لحالها، إحنا ما بنهتم بالسبيكيوليتيف ريسك لحالها، إحنا ما بنهتم بالاستراتيجيك ونترك الأوبريشنال والتكنيكال اللي تحت، إحنا ما بنهتم بالفاينانشال ونترك الأوبريشنال أو العكس. لا، إحنا بدنا برنامج يحتوي ويشمل كل أنواع المخاطر المهمة اللي ممكن إحنا نتعرض إلها. هذا الكلام بهذا الصياغة بنسميه إدارة مخاطر مؤسسية، يعني إدارة المخاطر اللي ممكن المؤسسة تتعرض إلها بشكل عام. أنواع المخاطر اللي ممكن تنضوي تحتها حدث ولا حرج، منها pure risk، منها speculative risk، منها strategic، operational، financial. تحت الفاينانشال ممكن نحكي credit، market، liquidity إلى آخره. الفاينانشال ريسك ما حكينا عنها سابقا، رح نحكي عنها لاحقا. الفاينانشال ريسك refers to the uncertainty of loss because of adverse changes in commodity prices, interest rate. نحكي عن مخاطر، خسائر مالية، خسائر مالية نتحملها إحنا بسبب تغيرات تحدث في السوق، منها تغير أسعار السلع مثلا، ارتفاع أسعار النفط فجأة سبب لنا هاي الخسارة. شركات الطيران بتعاني باستمرار من الارتفاعات المتكررة في سعر النفط، لأنه التكلفة الأساسية على الأفييشن كومبانيز هي الفيول، تكلفة أسعار النفط، فهي ريسك. أسعار الفائدة إذا ارتفعت أكثر من اللازم راح يكون في ريسك، زي ما شفنا في سيليكون فالي بانك، وزي ما شفنا في سيلفرغيت، وزي ما شفنا في سيجنيتشر بانك، أفلست ثلاثة بنوك بسبب ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية. Foreign exchange rate، سعر الصرف، انخفاض اليورو مثلا، ممكن يكون في مشكلة عند الشركات خاصة أوروبية المنشأ. Value of money، في كثير من الدول نشوف انه قيمة العملة تتدهور باستمرار، الـ purchasing power او القوة الشرائية تتدهور باستمرار، وهذا بيهدد المراكز المالية للأفراد والشركات على حد سواء. هنا بنشوف انه الانتربرايز ريسك مانجمنت بتشمل معظم الميجر ريسك او المخاطر الرئيسيه اللي بتهم الشركه. ولما نحكي عن انتربرايز ريسك مانجمنت لمؤسسه معينه، المخاطر الرئيسيه الميجر ريسك اللي بتهمها تختلف عن الميجر ريسك لاورجنايزيشن ثانيه حسب الشركه او المشروع اللي احنا شغالين فيه. فما يهمنا قد لا يهم غيرنا، أو أولويتنا في ترتيب هاي الميجر ريسك قد تتفاوت حسب نوع الشركة. بعض الأنواع الأساسية من الريسك اللي حبيت إنه نحكي عنها، واللي حتى لو ما كانت ضمن نطاق عملنا لكن هي من المخاطر المهمة جدا، كريديت، ماركت، أوبريشنال، تقسيمة البانكينج. أي شخص بيشتغل في بنك بيعرف هذا الكلام. المخاطر الموجودة في البانكينج هي ثلاث أنواع أساسية: credit risk اللي هي مخاطر الائتمان، مخاطر الائتمان اللي هي انه المقترض اللي اخذ فلوس، اعطينا قرض لشخص، هذا المقترض احتمال انه يتعثر ويصبح عاجز عن سداد هذا الالتزام، هاي بنسميها credit risk، لازم نقيسها ونحسبها ونتخذ اجراء بخصوصها. الماركت risk اللي هي مخاطر حدوث خسائر بسبب تقلبات مؤشرات السوق، يعني مصادر خارجية. زي شو مؤشرات السوق؟ زي أسعار الفائدة، أسعار صرف العملات الأجنبية، أسعار الذهب، أسعار النفط، أسعار السلع والخدمات إلى آخره. الـ operational risk
أكثر شمولية وبتغطي أشياء كثير وتشتمل على المخاطر اللي بتهم الشركات المالية وغير المالية على حد سواء. يعني أكثر نوع من المخاطر انتشارا هي الـ Operational Risk. شو تعريفها؟ هي المخاطر أو الخسائر الناتجة عن عدم كفاية الإجراءات والعمليات الداخلية للشركة للسيطرة على الخسائر اللي بتصير. زي شو؟ مثلا حدوث الحريق، ما في إجراءات داخلية كافية، ما في تعليمات لمنع التدخين. على سبيل المثال صار عندي حالة فرود، internal fraud، حالة اختلاس داخلي. شو سببها؟ والله في شوية ضعف في الإجراءات الداخلية والضوابط الرقابية غير كافية، التعليمات غير صارمة في هذا الاتجاه. والله منكتشف انه في عندنا شيكات مزورة كثير بتمر وبنخسر قيمتها. شو السبب؟ والله في عدم التزام في الإجراءات الموجودة عن كشف الشيكات المزورة، وفي تراخي، وفي قلة عدد موظفين، والموظفين الموجودين ينقصهم التدريب إلى آخره. فهذا كلياتها operational risk. عادة مصادرها root causes تاعتها، إذا مندور على root causes نجد إنه المصادر هي عدم كفاية الإجراءات الداخلية لردع هاي المخاطر. هنحكي عن بعض الستاندردز العالمية، يعني أنا بدي أستعرضها بشكل سريع، ما بدي أركز عليها في هذا الشابتر لأنه هنحكي عنها بالتفصيل في المحاضرات القادمة إن شاء الله. أشهرها ISO 31000، معيار الدولي 31000، بحكي عن إدارة المخاطر وبعرفها وبحط إطار عمل للتعامل معها. Institute of Risk Management IRM البريطاني، الأورنج بوك فور HM Treasury، Institute of Internal Auditors التدقيق الداخلي أو معهد المدققين الداخليين الأمريكي، بالإضافة ل COSO Framework من لجنة رعاية المؤسسات Committee of Sponsoring Organizations. هنحكي عنها بالتفصيل في وقتها. نحكي بشكل سريع عن مجموعة من البيرسونال والكوميرشال ريسك. بيرسونال وكوميرشال ريسك، احنا دائما تركيزنا على الكوميرشال ريسك، لكن البيرسونال ريسك في إلها جانب مهم لابد انه نغطيه. على سبيل المثال personal risk involve responsibility of loss reduction in income, extra expense, depletion of financial asset. نحصر بهذا التعريف انه المخاطر على المستوى الشخصي، على مستوى الانديفيدوال، تنحصر في مخاطر مالية ناتجة عن يا اما انخفاض مفاجئ في الدخل نتيجة انه شخص تم تسريحه، او شخص صار في عنده حادث واصبح غير قادر على العمل بشكل كامل، او بشكل مفاجئ ترتب على هذا الفرد التزامات او مصاريف مفاجئة، او عنده مصدر للإيراد وهذا المصدر انهار او صار عنده مشكلة معينة وبطل يقدر يزوده بالدخل الكافي. من ضمن هاي البيرسونال ريسك premature death of family head، insufficient income during retirement، هاي يعني منها معظم الأشخاص، بتهم شركات التأمين إنه الدخل أثناء التقاعد يكون غير كافي لتغطية النفقات. زي ما حكيت نستعرضها بشكل سريع بدون ما نمضي فيها وقت أكثر من اللازم. poor health، لما يكون صحة الشخص المسؤول عن رعاية الأسرة في وضع لا تمكنه إنه يعمل فول تايم، وبالتالي مصاريف العلاج تكون مكلفة ومصدر الدخل يكون ضعيف نسبيا. involuntary unemployment، نحكي عنها البطالة غير الاختيارية، لأنه تعريف البطالة أصلا يعني debatable، بمعنى أنه الأشخاص القادرين على العمل والراغبين بالعمل والباحثين عن العمل، ومع ذلك إذا تحققت هاي الثلاث شروط ولم يجد عمل يسمى عاطل عن العمل. أما شخص قادر على العمل بس غير راغب لا يصنف unemployed. شخص قادر عن العمل
وراغب في العمل لكنه غير باحث، مش active seeker يسموه، لا يصنف unemployed. فالبطالة من إلها شروطها تصنيفها. The property risk مخاطر حدوث damage, physical damage to home or personal property from fire, tornado إلى آخره. إذا صار في عندي destruction يعني هذا destruction أو دمار كلي أو جزئي، فأنا في عندي خسائر مالية لابد من تغطيتها. عندي بوليس التأمين أموري بتكون جيدة، إذا ما عندي حتكون مشكلة حقيقية، لأنه عادة تكلفة الريزيدنس الإنسان بيمضى فترة طويلة من عمره حتى يحصلها، فإعادة إصلاح الأمور لن تكون أمر سهل. في الـ property risk أو loss الدمج اللي حكينا عنه، في نوعين من الخسائر، خسائر مباشرة وخسائر غير مباشرة. direct loss اللي هي الخسائر اللي تسببت بها الأزمة أو الكارثة أو الحادث، سواء كان حريق أو زلزال أو إعصار أو whatever، هاي الخسائر نسميها خسائر مباشرة. الآن الخسائر غير المباشرة اللي هي لما الحدث يصير ويتسبب في أنه أنا أضطر أني أدفع تكاليف إقامة إضافية، تكاليف تنقل إضافية ما كنت حاسب حسابها، هاي التكاليف الإضافية سببها أنه غياب الأصل الحقيقي اللي تعرض للنص. على سبيل المثال شخص تدمر بيته بالإعصار، الآن بيدور على مكان يقيم فيه على بين ما تنحل مشكلته. الدايركت لوس هي الخسارة المالية اللي راح البيت فيها. الاندايركت لوس هي تكلفة الإقامة في أي أوتيل أو بيت مستأجر بشكل مؤقت حتى إصلاح المشكلة، وأي تكاليف إضافية نتكبدها by the way. إيش يعني by the way؟ يعني بسبب حدوث المشكلة الأصلية اضطرينا ندفع أي التكاليف. liability risk موجودة في البيرسونال وموجودة في الكوميرشال، اللي هي المسؤولية، مسؤوليتك انك تكون انت قانونيا مساءل عن تسبيب الضرر لأشخاص سواء بشكل مباشر او من خلال احدى الاصول التي تملكها. كيف يعني؟ يعني انت وما تملك تسببت بأذى مالي لشخص اخر، انت مساءل قانونيا. مثلا شجرة في بيتك بسبب العاصفة انكسرت ووقعت على سيارة الجيران، انت مساءل قانونيا. حيوان أليف أو كلب انت مربيه عض أحد الأطفال بالشارع، انت مساءل قانونيا. سيارتك صاففها بالشارع وانزلقت أو تسببت بحادث بطريقة غير مباشرة، يعني هي واقفة لكن سببت أذى معين، انت مساءل بطريقة أو بأخرى. أي أصل أنت تملكه بسببه عن غير قصد وبغير نية تأذى أحد الأشخاص، فهي نسميها liability risk. commercial risk، commercial risk أكثر انتشارا وأكثر شيوعا وإحنا منركز عليها دائما، اللي هي firm faces variety of pure that can have serious financial consequences of loss. اللي منركز عليه في الكوميرشال الأثر المالي للخسارة، لأنه كشركات إحنا هدفنا النهائي الربحية، to be profitable to grow الفاليو تنمو مع الوقت. فالريسك بتهمنا لأنها أحيانا بتسبب لنا مشاكل في القيمة وفي الأرباح ومشاكل في استمرار وجودنا المالي. فالروت كوزز والconsequences دائما ننظر إليها بشكل مالي. الخسائر أو المخاطر في من جانب تجاري ممكن نحكي لها property risk و liability risk. property risk يعني الدمجز اللي بتصير بشكل مباشر واللي سميناها perils، والliability risk اللي هي إنه شركاتنا يتم مساءلتها بشكل قانوني، to be liable against lawsuits إذا حدا اشتكى علينا مثلا انه المصنع تاعنا عم بلوث البيئة في انبعاثات، هاي liability risk.
فإحنا بنضطر ندفع بعض الأحيان تكاليف ما كنا حاسبين. Loss of business income، أحيانا بإرادتك أو بغير إرادتك، إذا كان منافسك أسرع منك وكان في عنده innovation أكثر منك، حصتك السوقية ممكن أنها تتراجع، دخلك الشهري أو السنوي ممكن أنه يتراجع كشركة بسبب نجاح غيرك. ف loss of business income بسبب خسارة مباشرة أو بسبب تراجع في الحصة السوقية، هاي من ضمن losses أو risks اللي ممكن أنه نحكي فيها. Other risk to firm include crime exposures, human loss exposures, foreign loss exposures, intangible property، يعني أنواع متفاوتة. تأثير هاي المخاطر على society: absence of insurance, individual would have to maintain large emergency fund. تخيل إنه ما في عندنا تأمين سيارات على سبيل المثال، نتخيل ما في تأمين، ما في شركات تأمين، كل واحد عنده سيارة أو بيت أو محل أو بضائع، بده يضطر إنه يعمل توفير أو savings، مخصصات جانبية حتى يتحوط لأي مشكلة ممكن تحدث. أنا والله بدي أشيل شهريا من دخلي مبلغ مقطوع أخبيه على جنب هيك عشان أعمل صندوق، هذا الصندوق في حال لا سمح الله صار حادث أستخدمه، ما أصير أبحث عن شخص يديني أو أني أغطي نفسي بطريقة معينة. هاي المصاري أو الفلوس اللي أنا شلتها من دخلي كانت على حساب شيء آخر، لو كان في عندي تأمين وما اضطريت أني أقتطع هذه المبالغ كان ممكن أني أستهلكها وأنتفع فيها، كان ممكن أني أستثمرها، كان ممكن أشتري فيها سلع وخدمات من السوق، وبالتالي السوق يتحرك، التجارة تمشي أكثر، الديماند يصير أفضل. فنتخيل كلنا أنه مئات ملايين الأشخاص عمالهم بيسلكوا بنفس السلوكية، واقتطعت جزء كبير من دخلهم وخبيته، عرض النقود اللي في الاقتصاد راح ينزل، مستوى الطلب العالمي راح ينزل إلى آخره. تخيل العكس، أنه أنت ضخيت كميات أكبر من المال في إيدين الناس ومكنتهم أنهم يستهلكوها أو يستثمروها، برضو هذا راح يحرك عجلة الاقتصاد أكثر وأكثر. نرجع لموضوع التكنيكس، هذا من أهم المحاور في هذا الكلاس، فرجاء هنا نرجع نصحصح مرة تانية ونركز. كم سلايد السابقين عدينا عليهم بشكل سريع لأني حكيت لكم أنه أقل أهمية من غيرهم. بدنا نوصل لهاي المرحلة، مرحلة الميجر ميثودز فور مانجينج ريسك. هاي الابروتشز أو الميثودولوجيز أو النظريات أو الطرق اللي نتعامل فيها مع المخاطر، أشهرها أربع طرق أساسية. شو هي؟ أول واحدة الأفويدنس أو التجنب، سياسة تجنب المخاطر. إيش يعني تجنب المخاطر؟ يعني ما بدي أدخل هاي الأريا بالمرة. إحنا بنحكي عن مخاطر مثلاً الكريبتو كارنسيز أو العملات الإلكترونية ديجيتال كارنسيز، زي الكريبتو كارنسيز، زي عفواً البيتكوين والإثيريوم إلى بلاتينيوم إلى آخره. فهاي العملات كلياتها نسميها كريبتو كارنسيز، وبنحكي عن مخاطرها إنها عالية التذبذب ولا يمكن تتبع مستواها بشكل منطقي، وعليه قررنا مثلا إنه نصدر قرار يمنع الاستثمار بالكريبتو كارنسيز بالفترة القادمة. هذا قرار اسمه avoidance، احنا بنتجنب هاي المخاطر زي كأن ما بنقترب من هاي القطاع بالمرة. السياسة الثانية اسمها الأكسبتنس، وأحيانا في بعض الكتب بيسموها ريتينشن، سياسة قبول الخسائر أو المخاطر، أو سياسة الاحتفاظ بالمخاطر. إيش بنقصد بالاحتفاظ أو ريتينشن؟ نقصد فيها إنه إحنا عارفين إنه في ريسك، وعارفين إنه الإكسبوجر
مبلغ معين، لكن هذا المبلغ لو حسبناه بيطلع 3-4 آلاف دولار، وتكلفة إدارة أو تأمين أو ترانسفير هاي الأشياء عالي نوعا ما. فأنا جاهز وقابل إنه إذا صار لوس أتحملها شخصيا بدون أي داعي، لأني أتخذ إجراء لإدارة هذا النوع من الخطر. السبب إنه أعتقد إنه تكلفة إدارة الخطر أعلى من المنفعة المتأتية منها، فأنا بس يعني بتخذ قرار إنه ما في داعي للتأمين أو ما في داعي للإدارة بشكل عام. مثال، أنا عندي سيارة لكن قديمة أنتيكة، سعرها يدوب يوصل الـ1000 دولار، يدوب 1000 دولار، ما في داعي أروح أعمل عليها تأمين وترخيص وأدفع عليها مبالغ قد تصل إلى أضعاف ثمنها، حتى أني أحكي والله أنا بدي أعمل ريسك مانجمنت إذا صار حادث كيف أغطي تكلفة الإصلاح. لا، سيارة سعرها متواضع جدا، تكلفة إدارة مخاطرها قد تصل إلى أعلى من قيمة هاي السيارة، فلا بحكي بدي أتبنى سياسة الريتينشن، بمعنى أنه ما أعمل أي إشي، وإذا صار الريسك أنا بتحمله شخصيا. That's it. الأفويدنس والريتينشن يعني من السياسات اللي بنسميهم باسيف. باسيف يعني سلبية، سلبية ما فيها أكتيف مانجمنت، ما فيها إنوفيتيف براكتسز، ما فيها إبداع شخصي إنك أنت تعمل ميتيجيشن أو تلاقي لك طريقة تعمل فيها ميتيجيشن. فالأكسبتنس أو الريتينشن زائد الأفويدنس تصنف من السياسات أو الاستراتيجيات الباسيف. السياسة الثالثة اللي هي loss control أو التحكم بالخسائر، أحياناً بنسميها الميتيجيشن تكنيك. الميتيجيشن تكنيك في loss control أو ميتيجيشن احنا بنعمل براكتسز معينة حنشوف أمثلة عليها بتقلل من احتمالية الحدوث للريسك أو من شدة التأثير. يعني شغلنا في هاي التقنية بيؤدي نتائجه من خلال مسارين. المسار الأول يا إما بيخفف من تكرار حدوث المشكلة وبالتالي احتمالية حدوثها، أو بيخفف من شدة التأثير في حال الحدوث. حنشوف بالتفصيل إن شاء الله. الاستراتيجية الثالثة أو السياسة الثالثة اللي هي الترانسفير. ترانسفير بمعنى تحويل المخاطر وأحيانا تحويل الخسائر، يعني interchangeably نقدر نحكي loss transfer أو risk transfer، تحويلها لجهات خارجية. أبسط مثال عليها التأمين. أنا لما أجيب شركة تأمن على بضائعي، أنا زي كأني ارتحت وشلت عن قلبي كل هذا الهم بإني حولت المخاطر لجهة ثانية. whatever ممكن يحصل هم راح يدفعوا ويمولوا هاي الخسائر. مثال آخر على الترانسفير ما يسمى بالoutsourcing. الoutsourcing لما أنا أجيب شركة خارجية زي مثلا شركة الأمن والحماية وأطلب منها هي تتحمل مسؤولية المستودعات ووقع معها عقد، تصير هي مسؤولة عن إدارة وعن الحراسة وعن تأمين المداخل والمخارج وعن وجود أنظمة إنذار مبكر للحريق وعن وجود طفايات حريق موجودة وعن وجود كاميرات مراقبة ولوائح ممنوع التدخين ولوائح ممنوع المصادر الحريق وإلى آخره. فبمجرد أن عملت outsourcing ريحت حالي من جانب كبير، لكن كفاءة ومستوى الريسك ترانسفير في الاوتسورسينج أقل نوعا ما من الانشورنس. برضو مثال على الترانسفير الوارنتيز، شراء الوارنتيز الكفالات. في كثير من الشركات الصناعية حتى الشركات التجارية في بعض المعدات زي المصاعد وغيرها في المصنع تكلفة صيانتها
عالية، مخاطرها المالية إذا صار في عطل في الآلات عالية، فأنا بطلب شراء كفالة. شركات الطيران بتطبق هاي الشغلة من الشركات المصنعة، مثلا ممكن Aviation Company أو ناقل وطني أنه يوقع عقد مع بوينغ أو إيرباص أنه في كفالة على الطائرات، وبالتالي صيانة دورية لمدة 5 سنوات مدفوعة الأجر. هيك إذا صار عندي أي مشكلة ما بقلق أنه تكلفني خسائر مادية هاي المشكلة، لا، الشركة المصنعة اللي باعتني الورنتي هي اللي راح تقوم بعملية تحمل التكاليف. Risk avoidance prevent organization from entering into risk situation. يعني كل القطاع أو المجال أو البيئة أو الأريا اللي أنا بحكي فيها ببعد عنها. مثلا على سبيل المثال في عندنا مناقصة لعطاء معين، والمنطق بحكي انه ناخذ الاقل سعرا. لما اجينا على الاقل سعرا وجدناها شركة او فندور احنا بنعرفه وجودة الخدمات المقدمة من قبله قليلة او ضعيفة، فالقرار اجى بانه نروح على اللي اعلى منه قليلا في سبيل يكون احنا في امان من اي ممارسات لا سمح الله ممكن تخدش الجودة. يعني لو رسل عطاء على الاقل سعرا راح يكون في شك كبير في قدرته على تنفيذه ضمن قواعد الجودة المعمول فيها، بينما نروح على واحد اغلى منه سعرا قد تكون الامور اسلم لنا. فهذا من الريسك افويدنس. Retention أو Risk Acceptance. Retention أو Risk Acceptance. الإدارة بعد ما حللت الخيارات المتاحة وقيمت المخاطر الموجودة وجدت أنه قد تكون تكلفة معالجة هاي المخاطر أعلى من المنفعة اللي أنا بديها تجيني أو المتأتية منها، فبختار عدم اتخاذ أي إجراء وبكون مستعد لتحمل التكلفة المباشرة بحد ذاتي. زي ما شرحناها سابقا الأكسبتنس أو الريتنشن، أنا بقرر أنه أنا بدي أتحمل هاي المخاطر لأني أعتقد أنه تكلفة الإدارة إدارة المخاطر واتخاذ إجراء من تأمين، من ورنتي، من ترانسفير، حتى من كنترول تكنيكس، قد تكون تكلفتها أعلى من المنفعة المتأتية منها. مثال، في بعض الشركات أو في بعض المؤسسات قرروا يحطوا كافي ماشين. كافي ماشين الموظف سيلف سيرفيس بيعمل فيها قهوة بحد ذاته. الآن لما عملنا ريسك ايدنتيفيكيشن حدا صار يحكي إنه هاي الكافي ميكر ممكن إنه فيها مي سخنة وفيها ممكن الموظفين أو الموظف هو يعمل قهوة أو كافي يعمل يحرق نفسه أو يؤذي نفسه. طبعا هذا الريسك يعني قد يكون حقيقي ومنطقي، لكن هل الإجراء المتبع أنه أنت تشيل الماكينة وتختار أنه الموظف ما يكون عنده كافي ويضطر أنه يستنى لنهاية الدوام حتى يخرج خارج الشركة ويشتري كافي، أو تعمل له بوفيه وتحط فيها تكاليف وتحط موظف خاص فيها وتصير السيرفيس فيها مباشرة، الخيارات كلها كانت غير منطقية وغير متاحة خلينا نحكي. فإحنا أدركنا أنه في نوع من الخطر من استخدامها بحد ذاتها، لكن مستعدين نقبل هاي المخاطرة، مستعدين نتحملها، لأنه إذا بدي أعمل مانجمنت لهاي المخاطر الأوبشن الثانية بتكون غير متوفرة أو صعبة المنال. الريسك أكسبتنس أو ريتنشن يصنف من قبل مدراء المخاطر لنوعين، أكتف ريتنشن وباسيف ريتنشن. إيش يعني أكتف ريتنشن؟ أكتف ريتنشن بمعنى أنه المدير المخاطر يدرك إدراكا تاما أنه في عندنا مخاطر أنا عمالي
ما بتخذ إجراء بخصوصه. يعني بمعنى آخر إنه الإدارة مدركة إنه في خطر من نوع ما، وهي بملء إرادتها قررت إنه ما تتخذ أي إجراء بخصوصه. الpassive retention لا، إنه ما في أي إجراء متخذ حيال نوع من أنواع المخاطر، لكن مش لأنه الشركة مدركة إنه التكلفة أعلى من المنفعة، لا، إنما الشركة عمالها بتتجاهل وجود هذا الريسك، أو ما عندها علم بوجود هذا الريسك، أو مش مدركة لتفاصيل وحيثيات هذا الريسك، أو متكاسلة عن القيام بأي إجراء بخصوص هذا الريسك. فالـ passive retention نوع سلبي وتعريف سلبي لموضوع الريتنشن، بينما الاكتف لا، بملء إرادتنا بعد تقييم كمي وجدنا أنه الأنسب هو عدم اتخاذ إجراء. Risk Control or Mitigation أو Mitigate النوع الثالث أو السياسة الثالثة، واللي حكينا عنها الأكثر أهمية، الأكثر انتشاراً، أكثر سياسة تحتاج وتتطلب إبداع مدير المخاطر أو ضابط المخاطر، تعتمد على خبرة مدير المخاطر في ابتكار الحلول أو تكرارها أو ترتيبها وتنظيمها إلى آخره. فشطارة مدير المخاطر تظهر في الريسك كونترول، الخبرة في الريسك مانجمنت تظهر في الريسك ميتيجيشن. شو معنى الريسك ميتيجيشن؟ إنه إحنا بنركز على محورين، المحور الأول likelihood والمحور الثاني impact، probability والimpact. بدنا نقلل احتمالية الحدوث قدر الإمكان، وبدنا نقلل شدة التأثير قدر الإمكان. إيش الآليات اللي ممكن تساعدنا؟ الريسك كنترول أو الريسك ميتيجيشن قسمت إلى مجموعتين. قبل التقسيم خلينا نشوف example. If an organization allow employee to work from home، في عنا online working لشركة من الشركات بسبب ظروف معينة ما بيقدروا يجوا face to face، فصار العمل عن بعد من البيت باستخدام النظام أو platform معين. الاي تي بيحكوا للإدارة إنه في عندنا ريسك هنا صار، اللي هو إنه ممكن معلومات وبيانات الشركة تتسرب أثناء المراسلات ما بين الموظفين من خلال الشبكة. هذا الخطر حقيقي وموجود، إمكانية واحتمالية التسرب موجودة، هل هي عالية أم منخفضة تعتمد على إجراءات الاحترازية المأخوذة. فسأل المدير الاي تي شو اقتراح موجود، فحكوا له ممكن نعمل انه البلاتفورم والدخول على الويب سايت والدخول على الميتينجز والدخول على المنصة يكون من خلال الفي بي ان، والفي بي ان هو نظام دخول على مواقع انترنت سكيور اكثر من غيره. بالتالي هذا بيخفف من احتمال حدوث المشكلة، فعمليات التسريب المعلومات والبيانات راح تنخفض بشكل كبير جدا إذا تم تطبيق هذه الطريقة. مثال آخر، بنك فرض على موظفينه أو على نظامه الداخلي إنه يعمل segregation of duties، وهاي من أهم كنترول تكنيكس مستخدمة في الأمور الإدارية والمالية، segregation of duties أو مبدأ الفصل بين المهام. بمعنى آخر إنه ما بصير الموظف نفسه يقوم بأكثر من عملية متتالية مالية أو إدارية، ما بصير الموظف هو اللي بيقوم بعملية الصرف وهو اللي بيدقق المعاملة، ما بصير يكون هو المحاسب وهو أمير الصندوق أو أمر الصندوق بنفس الوقت، ما بصير يقدم طلب مشتريات ويكون هو جزء من لجنة اللوجيستيكس أو من لجنة المشتريات نفسها.
فتفصل بين الخطوط، خطوط العمل، وما بصير واحد موظف واحد يقوم بأكثر من عملية. هذا البنك عمل segregation of duty بالoperations ومنع انه الموظف الواحد يقوم بأكثر من عملية او اكثر من transaction بالسلسلة نفسها. فبتبنى مبدأ مثلا maker checker principle، اللي هو انه احد الموظفين بينفذ العملية والموظف الثاني بيشيك اذا كانت العملية مناسبة او صحيحة او فيها مشاكل. الريسك كنترول، واحيانا بنسميها لوس كنترول، لا باس، في لها نوعين. اللوس كنترول اللي حكينا عنها قبل شوي لها نوعين، نوع بيركز على تخفيف الفريكوانسي، ونوع بيركز على تخفيف الامباكت او السيفيريتي. يعني احدى التقنيات بتركز على او اثرها بيبين في تخفيف احتمالية الحدوث أو تكرار الحدوث، والنوع الثاني بيركز على تخفيف شدة التأثير في حال الحدوث. تخفيف شدة التأثير في حال الحدوث، نحكي منع الخسائر، صرنا نحكي تقليل الخسائر، loss reduction. هنا ما بنحكي عن احتمالية الحدوث، هنا لا، هنا سلمنا إنه الخطر حدث، already صار. الخسائر المادية من هذا الريسك أو هذا اللوس بدنا نحاول إنه نقللها قدر الإمكان، عشان هيك بنسميها تقنيات تقليل الخسائر. مثال عليها: حزام الأمان في السيارة، ارتداء حزام الأمان وإلزام السائقين بارتداء حزام الأمان. هل حزام الأمان بيمنع حدوث الحادث؟ لا. هل حزام الأمان بيقلل من احتمالية حدوث الحادث؟ لا. حزام الأمان مش loss prevention، حزام الأمان loss reduction. في حال لا سمح الله صار الحادث، حزام الأمان رح يقلل الخسائر اللي رح تصير، الأذى الجسدي رح يكون أقل، فهي loss reduction أو تقليل خسائر. مثال آخر: placing fire extinguishers along the building. منشوف في المباني العامة والشركات الكبرى كود ثابت وبروتوكول معمول به إنه طفايات الحريق موجودة تقريبا في كل ممر أو في جميع مرافق المبنى، طفايات حريق للطوارئ. هاي الطفايات وجودها بيمنع حدوث الحريق؟ لا. وجودها بيقلل تكرارية الحريق؟ لا. ما إلها علاقة بالloss prevention، بس إذا صار الحريق هيها موجودة في متناول اليد، بتطفي الحريق بأسرع وقت ممكن، والخسارة المالية أو المادية بتكون أقل ما يمكن. مخارج الطوارئ بالمبنى، في مباني إلها emergency exit، تلاقي فيها سلالم حديد خارجية، نسميها emergency stairs أو emergency exits. هاي وجودها إجباري في كودات البناء من وجودها إجباري في كودات البناء. ليش؟ هاي ما بتمنع الحريق ولا بتمنع الانفجارات ولا بتمنع الاختناق، لكن إذا صار حريق أو حادثة معينة بتقلل من الخسائر البشرية والمادية اللي ممكن تكون موجودة، عشان هيك بنسميها loss reduction. concentration limits in investment in foreign currencies، في بعض الصناديق الاستثمارية بتحكي إنه يمنع استثمار أكثر من 20% من أموال الصندوق في عملة أجنبية واحدة، فأنت مجبر تعمل diversification، تنويع، مجبر توزع استثماراتها، يمنع تركيزها. هذا المنع ما رح يمنع الريسك من حدوثها، لكن إذا صارت الريسك أو صارت اللوس، هاي التعليمات، تعليمات منع التركزات، بتساهم في تقليل حجم الخسائر اللي راح تصير، بالتالي تصنف loss reduction technique. السياسة أو التقنية أو الاستراتيجية الرابعة والأخيرة اللي هي risk transfer. هون أنا ما بتدخل لا
احتمالية حدوث ولا بشدة تأثير. بحكي عن الجهة اللي راح تمول الخسائر في حال حدوثها. مين راح يدفع ثمن الخسائر؟ أنا، صندوق الشركة، ولا شركة تأمين، ولا شركة متعاقد معها للصيانة، ولا شركة متعاقد معها لتوريد الخدمات outsourcing؟ بيتفاوت حسب الطريقة اللي أنت بتختارها. Transferring the risk يعني بتحول الريسك ماليا لجهة خارجية. أمثلة عليها أكثر ثلاث أمثلة شيوعا اللي هي outsourcing والوارنتيز والإنشورنس. outsourcing تعتمد وبتتعاقد مع مورد خارجي يدير لك العمليات، مثلا شركة IT متخصصة بإدارة قواعد البيانات والسايبر سيكوريتي، بتمنع الاختراقات، بتحافظ لك على بياناتك، بتمنع أي سرقة للمحتوى، بتحافظ على حسابات العملاء في أمان وبياناتهم بدون اختراق إلى آخره. بدل ما أنت تروح تعين موظفين وتدربهم وتصرف على تدريبهم وتأهيلهم وتعمل كود داخلية وتصير تراقب وهل هم كويسين ولا مش كويسين، تريح راسك من كل هذا الكلام وتروح على جهة خارجية خبيرة بتطلب منها تقديم هاي الخدمات. فهيك انت حملت هاي الشركة مسؤولية كل شيء، اذا في مسؤولية مالية او غير مالية انت حملتهم اياها، بالتالي عملت ريسك ترانسفير. وارنتيز نحكي عن الفيزيكال اسيتس، اذا في ماشينري قيمتها المالية عالية، تكلفة صيانتها باهظة، فأنا ما بدي أظني عالق ما بين هل أعمل مخصصات وأعمل صناديق احتياطي حتى أني أعمل صيانة دورية لهاي الماشينز، وإذا صار في خسارة مفاجئة بدي أضطر أني أقتطع من دخلي وأدبر هذا المبلغ. لا، بريح راسي وبعمل كونتراكت مع شركة، عادة الشركة المصنعة، وهي بتقدم لي خدمات الصيانة وبتريحني من التكاليف المفاجئة اللي قد تطرأ. الطريقة الثالثة واللي هي الأكثر شهرة والأكثر استخداما للإنشورنس، عندك مشكلة في شيء اعمل عليه تأمين، عندك أسيتس خايف منها اعمل عليها تأمين، عندك موظفين خايف يرفعوا قضايا عليك اعمل تأمين، عندك كاستمرز ممكن يرفعوا دعاوى عليك بسبب سوء خدمة أو إشي بتتوقعه اعمل تأمين. فالإنشورنس هي أشهر الريسك ترانسفير تكنيكس على الإطلاق. لما نعمل outsourcing الإدارة ما بيكون عندها نقل كامل للمسؤولية. يعني إحنا جبنا شركة IT أو شركة MNC براني حتى تدير لنا قواعد البيانات، هل هذا معناه إنه إذا صار في اختراق الكاستمرز ما بيقدروا يشتكوا علينا أو إنه إحنا في حل من المسؤولية؟ لا، الجواب لا. هلا أنت خففت من احتمالية الحدوث، شفتت جزء من اللود وجزء من المسؤولية على الشركة الخارجية، لكن أنت ما زلت مساءل وفي عندك مسؤولية. بينما في الإنشورنس أنت بروح على شركة التأمين بحكي لها إذا صار تسريب بيانات ورفعت قضية من الكاستمرز علي، بدي تغطوني باللايبيليتي ريسك أو المخاطر القانونية اللي أنا ممكن أدفعها، الغرامات، فبتشتري بوليس الضمان. في هاي الحالة أنت مغطى في كل الحالات، صار تسريب أو ما صار تسريب you are covered. فالمقولة بتحكي أنه الإنشورنس بتغطي وبتعمل ترانسفير كامل للريسك، بينما الاوتسورسينج تعمل partial transfer لهذا الريسك. خلاصة الكلام انه احنا خلال هاي المحاضرة الاسبوع الاول حاولنا انه نغطي كافة جوانب تعريف المخاطر، حاولنا انه نغطي كافة تصنيفات المخاطر المتعارف عليها، حاولنا نتعرف على تقنيات إدارة المخاطر الأربعة الرئيسية اللي راح نستخدمها لاحقا في بعض التطبيقات وبعض النماذج والمناهج
التقييم وإدارة المخاطر. فهيك بقدر أحكي إنه عملنا leveling the field، عملنا تسوية للأرضية تمهيدا للانطلاق للمرحلة اللي بعديها، تمهيدا للانطلاق للريسك مانجمنت براكتسز اللي حيكون فيه إن شاء الله بعض التطبيقات العملية. شكرا لحسن استماعكم، مع أمنيات التوفيق للجميع. السلام عليكم ورحمة الله.